مساء الخير عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من مرة ونص. اليوم رانا عند السيدة خديجة. السيدة خديجة عندها مؤسسة لخياطة الأفرشة وملابس العمل، ولا حبيتوا تتعرفوا عليها أكثر ابقوا معنا. صباح الخير خديجة. صباح الخير. واش راكي؟ لاباس انتيا؟ الحمد لله، يعطيك الصحة، اليوم استقبلتينا في المؤسسة ديالك. مرحبا بكم عندنا. الله يسلمك، جينا باش نتعرفوا عليك. خديجة شكون انت؟ عارفي الجمهور باش يتعرف بك. سيدة خديم خديجة، صاحبة مؤسسة تاع صناعة الأفرشة وملابس. شحال عندك من اللي بديتي في هاد المؤسسة ديالك؟ شحال عندها؟ قريب 3 سنين ان شاء الله. 3 سنين قريب ان شاء الله. 3 سنين خديجة، كيفاش خيرتي هاد يعني هاد الدومين هذا؟ وعلاش خيرتي باش ديري مؤسسة يعني خاصة بالخياطة تاع الأفرشة وملابس العمل؟ في الحقيقة أنا خرجت دفعة 2011 تخصص محاسبة، كي ما لقيتش خدمة، ما كي تعرفي شوية ظروف شوية هكذا، حبيت نخدم عند روحي. لقيت هذا الدومين نسائي 100%، وممتن كانت عندي شغل طموح باش نكون جيرانت، نسير مؤسسة تاعي الخاصة ونبني روحي بالعقل بالعقل. يسمى عندك ليسانس؟ عندك ليسانس في علوم تجارية، تخصص محاسبة. في المحاسبة ما فكرتيش يعني تخدمي في ديريكتومون؟ بدات تقولي نحكم ان بوست شهرية. خدمت مي كانت كونتراكتويل، الوغ كل ما تخلص كونترا تلقاي روحك شوماج، تعاودي مدارة وجديد. قررت قلت ندير حاجه خاصه بيا، نبنيها بالعقل بالعقل حتى نهار ربي يفرج ونكبروا ان شاء الله. وتجوزتي وقت بتاتخ وين ما لقيتيش خدمه؟ يعني كنتي اون شوماج؟ جوزت بزاف، اكثر من 4 سنين. اكثر من 4 سنين وانت شوماج. ومن بعدك جاتك الفكره هاديه؟ نعم الفكره هاديه. كاين شي واحد بالك عاونك باش بديتي انطلقتي في المشروع، ولا بديتي من الاول وحدك؟ كنت توجور اونتوري بلا فامي تاعي، توجور يونكوراجوني واش نحب ندير، يونكوراجوني فيه الا حبيت نخدم في مؤسسه ساتي انكوراجوني. كي قلت لهم حبيت ندير مؤسسه خاصه بيا، لقيت الدعم كامل من عندهم. تري بيان. انا ماذا بيا بك كي تهضر هكذا شوقتيني باش نشوف واش راكو ديروا. او جوست ماذا بيا ندخلوا لاتولي هكذا باش نزيدوا نتعرفوا على المؤسسه ديالك وعليك انت. يا مرحبا بك اختي. نجوزو. فوالا، الوغ دوكا دخلنا. هذه هي الورشة ديالك خديجة. هذه هي. علاه ما كانش نشوف دي ماشين راهم فارغين؟ وعلاش بارابور الجائحة تاع كوفيد نقصنا شوية خدمات باش هكاك يكون لا ديستونس ونكونوا ناخذوا احتياطاتنا. اسمها يعني تقصتوا كي تقصتوا خدامين اوتوماتيكمون الخدمه كامل تنقص؟ بيان سور. معليش ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء. اللهم امين. قولي لي منين نبداو؟ واش راكي حتبداي تورينا؟ حنا على باز نخدموا الافريشه اكثر من حاجه وحده اخرى. صافي حاجه تاع لوتيلغي و بما كلش في لوتيلغي، الافريشه لي ناب لي ريدو الفوالاج كلش نديرو. كيما هنايا هاي اللي كنا نخدموا فلاكوات. هادي لاكوات، هاي ديك لاكوات راهي تتخدم مقبل صناعه فوق لا طابل دو كوب. نفصلوا لاوات، نفصلوا القماش، راهي تتخدم. ومن بعد هذيك تروح لماشينه واحده اخرى اللي هي تنطرزوها، اللي تدير عمليه الطرز. قولي لي هنا لا بروميير ماتيير هادي تشروها لي ديسپونبل لهنا ولا لي ديسپونبل؟ الحمد لله منتوج جزائري 100%. 100% تري بيان. كاين حاجه حنا عندنا اون سبيسيفيتي في لاكوات تاعنا انها تتخيط، لاوات تخيط مع القماش. الوغ ميم كي تغسل لاكوات ولا في لا ماشين ولا تبقى لاكوات تاعك هذيك هي ما تطيح ما هذا. جوستومون في الاخر انا نعرف لاوات هذه فيها دي كاليتي تانيك، هي سانتيتيك اونتي اكاريان اونتي اليرجيك. فوالا. اها. الوغ وهذه يعيطوها لاوات سيليكوني. تخدموا ميم مع لي زوتيل؟ عندكم اتفاقيه كي دايره اتفاقيات مع لي زوتيل؟ خدمنا لي زوتيل بليزيوغ فوا. الافريشه كامل بكل انواعها نخدموا المخايد، نخدموا مخايد اورتوبيديك، مخايد اوردينار، او ميم طون لي تونو دو ترافاي. تونو دو فام دو شامبر، لي كومبا، لي كلش. قلتي لي بلي هنايا بون تقول السيده راهي تخيط في لاكوات ومن بعد تجوز للطرز. ومن بعد ما الطرز واش كاين؟ الطرز طومبالا لومبالاج ديريكتومون.
انا ماذا بيا نشوفوا هذا الشيء كامل نشوفه هكذا حتى الناس تشوف كيفاش راكم تخدموا. خديجة راني نشوف بلي الله يبارك كاين بزاف لي ماشين، كم بيان دي ماشين عندك لهنا؟ عندي 7 ماشين تاع الخياطة بلا تاع الطرز واللي تخدم المخايد ولابخاس تاع المخايد. الله يبارك، يعني هذا كامل ماتيريال سومون يعني ساكوت. كيفاش بديتي انتيا باش بديتي؟ هي حقيقة كي نهار ديسيديت باش نبدا مشروعي بديت كادغونساج، يعني في لو كادونساج فوالا. الوغ كاك على بالكي مع لا كونكورونس مع كاين شويه صعوبات باش تلقاي بلاصتك، باش تلقاي بلاصتك باش ديري بلاصه كيما يقولوا، ماشي حاجه سهله. ماشي حاجه سهله، لازم لك. قولي لي شحال عندك الخدامين لهنايا؟ عندي 7 حتى 8 خدامات. بصحكم دوكا كي تشوفي على بالكي كيفاش نقصنا ماكسيموم غران ماكس نقصنا. المهم عمل متكامل، عمل جماعي، وحده ما تقدر تستغنى على الاخرى. بيان سور، يعني كل وحده لاطاش ديالها باينه، اللي تخيط لي كل واحد لاطاش ديالو. لا بروشان ايتاب تاع هاد لاكوات كي تفوت يعني تجوز على الطرس، واش ديروا لها من بعد؟ نومباليوهم. سي لومبالاج. فوالا هاي اللي كيفاش نومباليوهم. هادي هي كوات بيبي اهي. سمع عندكم ما حتى لي كوات بوغ بيبي؟ نعم، نبداو من دغا بيبي حتى لدو بلاس، لي كوات كوات بيبي حتى دغا دو بلاس. الو واش سحقيتي تلقاها عندنا؟ الله يبارك. تخي بيان، دونك كالا نخلو لي جون ولا لي يديروا لنا لومبالاج ونروحو نشوفو اوتر شوز. دوكا خديجة وين انا رايحين؟ هنايا رايحين باش يفصلوا الريدو، هاي فصلهم فصلوه دوكا هنا. قولي لي التيسو تاع كساسوا لي ريدو ولا لي كوات ولا شكون اللي يشريه؟ انا نشريه بصح على حساب لو كو تاع الكليون، واش يقول لي نشري على حسابو و ميم طون سيلون لي بيزوان تاعو. بسم الله كاليتي انت اللي انا اللي نخيرها. كيما هادوما انا راح نستعملوهم ديسبونسير تاع كو سوا لي زوبيتو ولا لي ديسبونسير. كيما هذاك اللي شته معلق لها هذاك نخدموه في لي زوتيل، عنده خاصيه انه ما يدخلش الشمس، كي يغلقوا الشمس ما تدخلش على جال اللي يرقد تما. داكوغ، يسمى كل حاجه عندها الوجه لوين تروح. بيان سور. داكوغ، على حسب لي بوزوان تاع الكليه. تاع الكليه. قولي لي خديجه شحال من يونيتي تخدموا باغ جور؟ كساسوا لي غيدو ولا لي كوات شحال؟ كيما لي كوات نلحقوا حتى 400 500 كوات باغ جور. كي يكون عندنا اون تري غروند كوموند نخدموا 24 على 24 فوالا. سينو انا نخدموا لي 8 اور تاعنا. تخي بيان، دونك كالا هذا يروح دوكا للخياطه. يروح للخياطه. كي جات جائحة كورونا دينا ترخيص من وزارة الصحة، عطاونا ترخيص باش نخدمو لي تونو دو بلوك بما فيهم الكاميزول كومبينيزون شارلوت سور بوت سور شوسيغ لي سور تابليي لي بافيت. الوغ لي برك يسمعوا دي ما كنتوش تخدموهم من قبل، كنا غير لا ليتري لا لابيمون. مي بصح كي جات هذه الجائحه كان لازم نعاونوا الجزائر باش هكاك حنا ثاني نساهموا في باش هكاك نحاربوا محاربه الوباء. الوغ عطاونا اوتوريزاسيون، دارونا تسهيلات اللي عطاونا اوتوريزاسيون ليه ليه. بالنسبه لهاد لا ماتيير يجيبوها لكم ولا نتوما اللي تسعوا باش تجيبوها ولا كيفاش؟ لا لا، كانت هذه لا ماتيير كانت بزاف ناقصه، عيطوا لها تي ان تي كانت بزاف ناقصه بارابور الوباء اللي رانا فيه. الوغ من بعد هذيك كوم دارونا لي زوتوريزاسيون باش نخدموا بدات تنطلق الحاله مع شهر افريل ماي، بدات صافا مشات الحاله ولينا يعني وليتو تلقاوها تروحي يعني تلقاوها صنع محلي ما يخدموه هنا في الجزائر. تخا
تري بيان. سما وطحينتي تشريها وتجيبيها؟ تروحي تشريها تجيبيها كيما لي بافيت، حنا نستيريليزيوهم على فابور، مي هادوما نخدموهم جوست دي تونو دو بروتيكسيون، الوغ ما يدخلوش للبلوك ولا ما سون با ستيريليزي، مي كومام عاوننا، كنا بالتنسيق مع الجمعيات كانوا يديروا دي دون، حنا ساهمنا في هاد. شحال كنتو تخدموا يونيتي باغ جور؟ كنا نخدموا 1000 دو شاك برودوي، 1000 يونيتي دو شاك برودوي، قلت لك لي كومبينيزون 1000، لي كاميزول 1000، ولي سور بلوز 1000. تري بيان، ما نخليكم تبداو تفصلوا ونزيدوا نشوفوا. خديجه، كل خدمه فيها مشاكل، وشنو هما المشاكل اللي يعني لا بلوبار دو طون تلقايهم انت في الخدمه؟ نلقاو مونك تاع خدامات، كاين مونك تاع لا ماتيير بروميير، كاين ساعات نلقاو بلي كاين بزاف لي كونكورون، بزاف كل خطره وكيفاش، واش من عراقيل اللي يواجهوا يخرجوا لك. جوستومون كي هضرتي على لي كونكورون، دوك انت كيفاش راكي ديري باش تكوميرسياليزي لو برودوي ديالك؟ حنا كيما شتي او ديبار نخدموا حاجه دو كاليتي، ما نخدموش حاجات سوقيه، يعني ما تلقايش البرودوي تاعنا يتباع سوغ مارشي، ومام لا فينيسيون ماشي حاجه سوقيه، حاجه بيان فيني بريزونطابل، يعني حاجه اللي كي تروحي يجي كان كليون يدي من عندك اللي ما تحشمش بها وما يكونش عندك لو روتور. كيفاش نتقنوها؟ انه هذاك الكليون اللي جاد علينا يكون ساتيسفي. هذه هي يعني الخطه اللي راه نديرو ان اوبجيكتيف انه هذاك الكليون غارديوه ان كليون زبون دائم. تخي بيان، دوك انت او ديبي، ديبي كان بيان سور يكون شويه واعر على كامل الناس، ماشي شويه واعر، يكون واعر كما قلتي. اسكو دوكا مازال عندك لي ميم ديفيكولتي كيما في الاول ولا سافا، يعني بدات شويه تحسن الامور؟ لا 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 الحمد لله، بارابور لي بروميير زاني، لا بروميير اني والنص تاع لا دوزيام اني، الوغ اون فوا تعرفي ناس يولوا يعرفوك، ما على باليش انا يقصدوك ناس، الوغ منها انت راكي تاميليوري المنتوج تاعك، راكي تطوريه، ومام تان الناس يتعرفك، وهذا وكي يكون المنتوج تاعك مليح هذا يوريك لهذا. مع من راكي تخدمي اكثر شيء؟ راكي تخدمي مع مؤسسات؟ نخدموا مع مؤسسات العموميه، باغ اكزومبل لي زوبيتو، لي بولي كلينيك، هادو، ومام تان لي بارتيكولي، لي بارتيكولي حنا مبازين اون جينيرال على لي زوتيل. تري بيان، دونك سكال انت هذا هو لو مارشي اللي راكي مبازي عليه. هادي ولا فونت تبيعي تخدمي غرو ديتاي ولا غير ديتاي ولا كيفاش؟ غرو ديتاي تخدمي كيما الحوانت اللي يسحقوا لي كوات يجوا يسلعوا من عندنا، كيما نخدموا بارتيكولي والغرو. تري بيان، يعطيك الصحه وربي يعاونك. يعيشك اختي. عمليك راضي الشوروم؟ هذا هو الشوروم ديالي. هذا هو الشوروم براتيكمون فيه كاع لي برودوي اللي نخدموهم. نبداو من بلي كوات، عمليك محلولين لي كوات ادولت انفون، ادولت ا دو بلاس، اون بلاس اي دمي انفون بيبي، ها هم او بيبي، فوالا لي دغا، عندنا لي دغا تاع لي زوبيتو جاتابل، وهادو ما دغا بيبي، هذا ستان باك تاع لي سيرفيات، هادو ما سي دي كاش كوات بروتيج ماتلا، سي دي دغا تاع اون بلاس اي دمي دو بلاس انفون. هامليك نخدمو تاني لي زالاز بور لي طابل داكوشمون، هاهم سما براتيكمون كنتو تشيو بزاف يعني حوايج، براتيكمون نغطو بزاف عفايس، نغطو بزاف عفايس. كاين هادو لي كوسان كاري ريكتانجل اورتوبيديك بريسي، هامليك لي زالاز سبيسيال، يعني سبيسيال لي طابل داكوشمون تاع لي زوبيتو، هم لي كيفاش يجو جمنا باش هكاك يحافظوا على المطارح تاعهم. هذه لا كومبينيزون اللي يلبسوها، هذه كاميزول سور بلوز، تونو دو بلوك، طابلي ميديكال، بلو دو ترافاي. طابلي ميديكال يقدر يكون بوغ لا فام دو ميناج ولا فام دو شامبر، ولا كاين كومبا باركا. هاوليك لا كومبينيزون كاش تجي، هاي لك كيفاش تجي.
فوالا هادو اللي غيدو اللي شفناهم مقبله يتخدموها ملي كيفاش يخرجوا. يعني هنا وين فوز اكسبوزي براتيكمون كاع سلعتكم. كاع سلعتنا نوريو الكليون اللي يجي هادو هما لي زيشونتيون اللي يشوفهم. يشوف كلش فريمون. يعطيك الصحة خديجة فريمون. يعني وزات تخي جون كي دايرة مؤسسة، عندك خدامين، عندك حوايج كي تقدمي فيهم. الله يبارك. أنا نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تزيدي أكثر وأكثر. إن شاء الله لي مارشي يزيدوا عندك أكثر، يجوك دوطخ كونترا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. ومعرفة خير إن شاء الله. مرحبا بك في كل وقت. الله يسلمك. بارك الله فيك. وانتم مشاهدينا كانت هذه هي حلقة اليوم لنهار اليوم. كما شفتوا كانت معنا السيدة خديجة، تعرفتوا عليها وعلى المؤسسة ديالها. ان شاء الله تكون حلقة اليوم عجبتكم، وانا نعطيكم موعد الاسبوع القادم دائما على نفس القناة وفي نفس التوقيت. بقوا على خير.